كل ما ذكرته في كتابك صدق؟ والله الذي لا إله إلا هو صدق كله. كيف يجرؤ خالد على ذلك؟ كيف يجرؤ على السخرية منك وقد أغضبك كاتبه الرومي اللعين؟ هل عرف من أي قبيلة أنت؟ قلت له كل شيء فما أنصفني. ستأخذين حقك، انصرفي. سأعزل هذا اللعين. كيف يسخر من امرأة عربية ومن قبيلة كبيرة لأنها شكت كاتبه الرومي إليه؟ اكتب إليه يا أبرش، إن أمير المؤمنين قد عزلك. ومن الذي سيحل محله يا مولاي؟ سأولي أبغضهم لآل علي وأشدهم عداوة لأتباعه، رجل لا يفكر إن أمرناه إلا بطاعتنا ويكون همه رضانا. كل هذه السنوات خدم بها بني أمية واليوم يعزل بامرأة؟ بامرأة ووشايات كثيرة وصلت لأسماعنا يا أبرش. نعم، لقد جاء وقت سداد الدين. دعك من كل هذا، أتقبل أن يكون دخل عاملنا خالد 13,000 دينار كل سنة؟ اكتب إليه يا أبرش. تفضلوا أيها السادة. أهلا يا أبا شاكر، أرجو أن يكون قد قبل أمير المؤمنين وخليفة المسلمين جوارك. لا يا كوميد، لقد رد جواري ولامني لأني قبلت إجارتك دون علمه. تقول رد جوارك؟ يا أبا المستحيل، لقد أمرني الخليفة بإحضارك. أتسلمني إلى قدري يا أبا شاكر وأنت تعلم أن الخليفة هشاما قد أمر بقطع لساني وصلبي؟ اطمئن، لن أسلمك ولن أفعل يا أبا المستحيل، لكن أخشى أن يأخذها عليك. لبعض الوقت فقط. عرضت الإسلام على أمي يا مولاي فقبلته في آخر يوم في حياتها. الحمد لله. صلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم عرض لها عارض في الليل فقالت: يا بني أعد علي ما علمتني. فأعدته عليها فأقرت به وماتت. الحمد لله. لقد هداها الله تعالى بفضل كلامك وعلمك يا سيدي، جعلني الله فداك. أرسل رسولنا إلى الكوفة وزوده بكتاب يقضي بعزل خالد القسري ويولى مكانه يوسف بن عمر، واكتب إلي أن يضع خالدا في السجن ويتشدد عليه حتى ننظر في أمره. ما الذي فعله خالد ليستحق العزل يا أبي؟ لقد قضى سنوات في خدمتنا بإخلاص وقطع دابر أعدائنا والمغرضين. إنه لص وسارق، نهب بيت مال المسلمين وعهدته نقصت 10,000 دينار، لا يعرف أحد أين وكيف أنفقت. الويل لك مني يا خالد. أبي، يا أبي هيا. ليس من عادتك أن تتأخر في النوم، هيا يا أبي. أبي
احضر الطبيب فورا زهير. ما به سيدي أبا وائل؟ لا أعرف يا لولو، لا أعرف. أبي، أبي يا أبي. أكان ضروريا عزل القصري يا هشام؟ بل وأكثر من ضروري. من أجل بضعة دنانير تكسر سيفا من سيوفك وتقطع يدا من حديد كانت تضرب خصومك؟ القصري تصرف كخليفة أموي وليس كوال على الكوفة، وهذا ما أزعجني وأثار غضبي. كان القصري يعرف كيف يتصدى لأولئك الحاقدين من العباسيين وأتباع زيد بن علي، والعراق يمر بحالة من الغليان، سيزيدها غياب القصري غليانا وقد لا تطول حتى تنفجر. لن أدعوه وسيبقى في السجن حتى يموت. كان الوليد أحق منك بهذا القرار، العزل والسجن، لتمنع ملك بني أمية من الزوال وشمسهم من الأفول. وهل ولدك مسلمة هو الذي سيمنع شمس بني أمية من الأفول؟ أيها الطبيب، مما يعاني؟ أظنه أصيب بالفالج يا طلحة. الفالج، معاذ الله. وكم سيكلف علاجه؟ لا أدري، ولا أظن أن هناك علاجا للفالج يا طلحة. هل سيموت؟ تفاءلوا بالخير وعليكم بالصبر ومراعاته، فنحن لا نعلم. أنت الطبيب وأتينا بك إلى هنا وأعطيناك المال لكي تقول لنا إنك لا تعلم. اسمع يا هذا. لا تقول يا هذا، بل قل يا سيدي. لست سيدا لي، ولا أحتاج لك ولا لمالك، ولا يعنيني من تكون، إنما جئت هنا لعلاج هذا الرجل الطيب. بالله عليك أيها الطبيب، هل سننتظر كثيرا حتى يعود سيدي إلى حالته الطبيعية؟ اسمع، مرض الفالج لا علاج له، فقد يصيب البدن كله فيبطل إحساسه كاملا، أو يصيب أحد الجانبين ويبقى الجانب الثاني صحيحا. وبأيها أصيب سيدي؟ أظنه أصيب بجانبه الأيسر، وما علينا إلا الصبر. سنتحدث عن هذا فيما بعد يا مسلمة. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليك السلام يا وزير، ما وراءك؟ قضية غريبة عرضها القضاة واختلفوا فيها. وما هذه القضية؟ نباش ينبش القبور. الملعون. ليست هنا المشكلة، المشكلة أن هذا اللعين سلب امرأة كفنها ثم هتكها. أتقصد؟ نعم يا سيدي أقصد. وماذا حكم عليه القضاة؟ بعضهم قال يحرق بالنار، والبعض الآخر قال يقتل. يقتل أو يحرق بالنار، ما الفرق؟ لا تتعجل الأمر يا مولاي، فيحسب عليك ويصبح قاعدة في القضاء. فالقضاة مختلفون فيما بينهم، وأهل المرأة هائجون مقتاضون. حسنا، سلوه فهذا وقته. نسأل من يا مولاي؟ يقصد جعفر بن محمد. اكتب إليه ولننتظر ماذا يقول في الأمر.
هذا كتاب مولاي الخليفة هشام بعزل خالد القصري وتوليتي على العراق. منذ صباح الغد سأشد الرحال إلى هناك. ومن سيخلفك على اليمن يا مولاي؟ إنه ولدي، ولدي سيولى عليكم، فاطمئنوا ولا تقلقوا أبدا. أذنت لكم بالانصراف. العراق والعراق، كم كنت أحلم أن أكون واليا على العراق يوما. وكما قال جدي أمير المؤمنين عليه السلام، عليه السلام، ما ترك لي الحق من صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام يا يوسف. هذه رسالة وصلت مع رسول هشام بن عبد الملك يا مولاي. تفضل. اكتب ما سأمليه عليك يا جعفي. أما بعد، فإن حكم نابش القبر وناكح المرأة الميتة كما وردنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حرمة الميت كحرمة الحي، لذا تقطع يده لنبشه القبر ثم يجلد 100 جلدة إن لم يكن محصنا، وأما إن كان محصنا فيرجم. يا سيدي، لماذا جاء إليك هؤلاء؟ أليس عندهم من يستفتون؟ يا جعفي، أما نحن فلسنا بمفتين، وما نقوله هو ما أنزله الله تعالى، لا نحيد عنه شعرة. أرأيت يا سيدي؟ يا جابر، فما نقوله هو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقبل الخطأ ولا الحيف ولا الجور. ما لك يا أم المستهل؟ أراك وكأنك على رأسك الطير، والمستهل صامتا حزينا شاحب الوجه. طال غياب أخيك ولا نعلم عنه شيئا، مذ غادرنا في ذلك اليوم المشؤوم. أهو ميت أم حي أم سجين يا عماه؟ أصدقني القول. والله لا أعلم عنه إلا كما تعلمان، ولا أخفي عنكما شيئا، ولكنني لست قلقا وأظنه بخير، ولن تطول غيبته كثيرا. عماه، رأيت ليلة البارحة حلما ما زال يخيفني، ولم أجرؤ على البوح به لأمي. قل يا مستهل، فالأحلام ليست حقيقة، وحين ترويها لشخص تثق به تستريح. قل، ماذا رأيت؟ رأيت أبي يسير في الصحراء، رياح قوية تعصف به، جائح ظامئ تحيط به وحوش كثيرة، وحين أعياه التعب جلس مستسلما له. ويحك يا مستهل، لماذا لم تخبرني؟ وفجأة ظهر من عمق الصحراء سبع كاسر، زأر بصوت قرعت، وأخذ يدور حول أبي، يدور، فسحبت الوحوش هاربة في كل الاتجاهات. أفقت من النوم وتركته هناك، ولا أدري ماذا حصل بعد ذلك. اطمئن، ما زال هناك، وما زال السبع يحرسه، فلا تخف.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اسمع يا حفص، أريد منك أن تجد لي من يشتري بيتي. أجننت؟ تريد بيع بيتك؟ هل تستطيع ذلك أم أجد غيرك لهذه المهمة؟ بل أنا أهل لها يا طلحة. ما بك يا هشام؟ منذ بعض الوقت وأنت لست أنت. هل أنت مريض؟ أم هناك ما يقلقك في الرعية وشؤون البلاد والأمراء؟ كيف تريدين لي أن أكون على ما يرام وابن أخي وولي عهدي الوليد دائم السكر والمجون، وولدي مسلمة يجير الكميت ليحميه من القصص؟ أكل هذا بداخلك وتظل صامتا؟ وهذا زيد بن علي يحرض الناس للخروج علينا وتقويض ملكنا، والعباسيون في العراق وخراسان. كل هذا وتريدينني أن أكون على ما يرام؟ كان الله لك عونا فيما تحمله من هموم ومخاوف. كان الله لي عونا. أبا وائل انهض يا أبا وائل، فإن تلة الخرشوف فيه خراب. النسر طار وجرحت اليمامة عندما دخل الغراب الدار. انهض يا أبا وائل، انهض، إنها والله من المهازل أن يبقى اللئام طلقاء وأن يصاب بالفالج أبو وائل. كميت، ألست القائل وإلا فقولوا غيرها تتعرق نواصيها تروى بنا وهي شذب؟ ما أنشدت هذا الشعر قط يا أمير المؤمنين. الحمد لله مبتدئ الحمد ومبتدعه، الذي خص بالحمد نفسه وأمر به ملائكته وجعله فاتحة كتابه وكلام أهل جنته ومنتهى شكره. أحمده حمد من علم يقينا وأبصر مستبينا، وأشهد له بما شهد به لنفسه قائما بالقسط وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده العربي ورسوله الأمي، أرسله والناس فيها فوات حيرة ومدلهمات ظلمة عند استمرار أبهة الضلال، فبلغ عن الله ما أمر به ونصح لأمته وجاهد في سبيله وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد يا أمير المؤمنين، لقد تهت في حيرة وحرت في سكرة ادلهم بي خطبها وأهاب بي داعيها وأجابني غاويها، فاقتوطيت إلى الضلالة وتسكعت في الظلمة والجهالة حائدا عن الحق قائلا بغير صدق، فهذا مقام العائذ ومنطق التائب ومبصر الهدى بعد طول العمى. ثم يا أمير المؤمنين، كم من عاثر أقلتم عثرته ومجرم عفوتم عن جرمه،
يقف بالديار وقوف زائر، وكأن إنك غير صاغر من عبد شمس والأكابر من أمية فالأكابر. ماذا عليك من الوقوف بهامد الطللين داثر، درجت عليه الغاديات الرائحات إلى العصائر. فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر. ويحك يا كميت، من زين لك الغواية ودلاك في العماية؟ الذي أخرج أبانا من الجنة وأنساه العهد ولم يجد له عزما. كميت، ألست القائل فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها، ويا حاطبا في غير حبلك تحطب؟ بل أنا القائل إلى آل بيت أبي مالك مناخ هو الأرحب الأسهل. نمت بأرحامنا الداخلات من حيث لا ينكر المدخل، ببرة والنضر والمالكين رهط هم الأنبل الأنبل. وجدنا قريشا قريش البطاح على ما بنى الأول الأول، بهم صلح الناس بعد الفساد وحيص من الفتق ما رعبل. بل أنت القائل لا كعبد المليك أو كوليد أو سليمان بعد أو كهشام، من يمت لا يمت فقيدا ومن يحيا فلا ذو إل ولا ذو ذمام. ويحك يا كميت، جعلتنا ممن لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. بل أنا القائل يا أمير المؤمنين، فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر. والآن صرت إلى المصيب كمهتد بالأمس حائر. بل أنت القائل فقل لبني أمية حيث حلوا، وإن خفت المهند والقطيع أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيع. بمرضي السياسة هاشمي بها أحيا لأمته ربيع. لا تثريب يا أمير المؤمنين، إن رأيتم أن تمحوا عني قولي. وبماذا أمحو قولك؟ بقولي الصادق، أورثته الحصان أم هشام حسبا ثاقبا ووجها نضيرا، وتعاطى به ابن عائشة البدر فأمي له رقيبا ظهيرا، وكساه أبو الخلايف مروان سناء المكارم المأثورة. لم تجهم له البطاح ولكن وجدتها له معانا ودورا. هكذا يكون الشعر، قد رضيت عنك يا كميت. إذا انتهيت من عملك فاغلق الدكان واذهب إلى بيتك. أليس الوقت باكرا يا سيدي؟ لا يسعني البقاء، فأنا مشتاق لرؤية سكينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. من كان بالباب؟ سائل يا سيدي. أعطيته؟ مما أعطاكم الله يا سيدي. الحمد لله. أين أبو حمزة؟ فإني لم أرى. هو معتل الصحة منذ أيام يا سيدي. تقول معتل منذ أيام ولم تخبرني يا مفضل. تعالوا معي إلى عيادته.
زيد بن عبد الله. لا يا سيدي، وهذا الرجل أيضا لا يصلح لجمع أهل خراسان تحت رايتكم، فالناس لا تحبه كثيرا. عجبت لأمركم يا أهل خراسان، ومن الذي يصلح في نظركم؟ الذي تريده أنت يا سيدي. كيف؟ كيف وأنتم ترفضون كل من اقترحته عليكم؟ هناك شاب خراساني يصلح لأن يكون أحد الدعاة في خراسان. ومن هو؟ اسمه إبراهيم بن شاذوس الفارسي. أهو حر أم عبد؟ هو يزعم أنه حر، ومولاه يزعم أنه عبد، ولكنه شهم كريم محب لأهل البيت. إن كان الأمر كما تقول فنحن نشتريه ونعتقه ونسميه اسما يليق بدعوتنا، وليكن عبد الرحمن بن مسلم. افعل ما تراه مناسبا، هذا ما جمعناه لهذا العام. هل تأمرنا بشيء قبل أن نغادر؟ أرسلوا إلي صاحبكم لأكتب له عهدا على خراسان. حلواتي الجميلة، حلواتي الصغيرة، سكينة الجميلة. صخر، أفزعتني، ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ هذه جاءت بي باكرا. أرجو من الله أن لا يفرق بيننا. هل قلت شيئا تكرهه؟ لا، تذكرت أمي. حدثني عنها يا صخر. أذكر أنها قالت لأبي هذه الكلمة التي قلتها: أسأل الله أن لا يشتت شملنا. وها أنا ذا لا أهل ولا عشيرة ولا حتى رحم، ولا أدري ما الذي يخبئه الزمان أكثر. يا إخوتي ويا أبنائي، أما أنا فقد كبرت سني ولا أظن سنتي هذه. معاذ الله، أطال الله عمرك. فإن مت فصاحبكم ابني إبراهيم، فاستوصوا به خيرا، فإني موصيه بكم خيرا. أبي، أتأمرنا بشيء؟ عليكم أن تشتروا عبد الرحمن الخراساني، فهو رجلكم، وخذوه معكم ليكون الرسول بيننا، إني أتوسم به خيرا. سلمت يداك. تفضل يا حبيبتي. هل عثروا على قاتل زوجك؟ لا يا خالة، يقولون إنه قتل ولم يشاهده أحد، وإلا كنا عرفنا من القاتل، وأنا لا أدري ما الحقيقة. لما عدت ويداك فارغتان؟ أينما أوصيتك عليه الخيطان والإبر والأزرار؟ صاحب الدكان أغلق دكانه، انتظرته طويلا ولم يعد، فعدت إلى البيت. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضلي. يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وأهله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة ولا تلحقنا فيه سآمة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا،
ويتولى عنا كتاب الحسنات مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. واجعل يا ربي ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة، لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن نادهك يا رب. لم أصدق أنك على قيد الحياة إلا بعد أن أتاني المستهل وأخبرني بعودتك سالما. ما زال في العمر بقية يا أخي. الحمد لله. الآن يرسل القصري جنده لاقتيادك إلى السجن. بل قولي ربما يحضر القصري لتهنئتي بالسلامة والسلام علي. أيعقل ما تقول؟ أمر هشام أن يكتب لخالد القصري بما حصل في مجلسه وأن يكرم وفادتي ويحسن معاملتي، والقصري عبد مأمور لا يجرؤ أن يخالف أوامر سيده. لو أخذتني معك إلى دمشق وقبلت هشاما لجعلني أميرا على الكوفة بدل القصري. سأحضر لكم العشاء، فالليلة اجتمع شملنا بلا خوف ولا قلق. والله يا أم المستهل قد فعلت ما تعجز عنه الرجال، ولك في رقبة الكميت دين وعليه أن يفي ببعض منه. هذه هدية من الخليفة هشام بعد أن قلت فيه قصيدة أضحكته وأخرى أبكته حتى ابتلت لحيته. لا عليك يا سيدتي، سأقوم أنا بتغيير الثياب فهو ثقيل عليك. سيدي تشجع وقم لنا، أنا والله نفتقدك يا سيدي. ليتني كنت مكانك يا أبي، وأصابني ما أصابك. ستقوم يا سيدي بالسلامة، ستقوم بإذن الله. عنك السيف يا ابن القصري، فأنت تعرف أننا أهله. لقد عزلك الخليفة. ما هذا ابن عمر؟ هيئ نفسك ودفاترك وسجلاتك. أيعزلني بامرأة؟ ليست المرأة سبب عزلك أيها القصري، إنما اجتمع عليك ما يوجب قتلك لا عزلك فقط، ولكن الخليفة كان رحيما بك. أيعزلني وأنا الذي مهدت لهم ملكهم في العراق حتى سلس قيادها وطاع فيها؟ هدئ من روعك يا ابن القصري، هدئ من روعك، إنما كنت تمهد لنفسك. خذوه إلى السجن. أتأمرني بقتله؟ لا، لم يقل أمير المؤمنين بذلك، وإنما ترك لنا حرية تعذيبه. خذوه. خذوه. الآن وقد مات محمد بن علي العباسي وانتهينا من القلق الذي طالما شغلنا به، آن الأوان أن ننظم أمور بني أمية، ولاية العهد وخلافة المستقبل. إني أرى أن هذا الوليد لا يصلح للخلافة من بعدي. لا أختلف معك يا أمير المؤمنين،
فمن يجهر بالسوء أمام العامة لا يجوز أن يكون خليفة على المسلمين. ولكن يا مولاي لا تنسى عهودك. نعم يا أبي، وهذا ما اتفق عليه بنو أمية، وهذا ما أراده يزيد بن عبد الملك. فلولا أن الوليد كان صغيرا لما آلت إليك الخلافة يا أبي. هذا هو العهد الذي بينك وبين يزيد. وأين هو هذا الفاسق؟ خرج بصحبة جمع من ندمائه وأصحابه في رحلة أنس يا مولاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا أرى الماء يجري، كأن الماء شحيح عندكم، هذا صحيح؟ لقد أصبت. هو كذلك. فما العلة في ذلك؟ حتى نمد مجاري المياه من بستان إلى بستان نحتاج دراهم كثيرة يا سيدي، ونحن لا نملكها. ألا توجد ينابيع في هذه الأرض؟ تجد في أرض ينبوعين أو أكثر، وأخرى قطعة خاوية أطحت سبخة مالحة. فما يفعل صاحب الأرض القطعة؟ إن أراد أمارها يشتري الماء من صاحب الينبوع. وأنت؟ هل عندك ينابيع أم تشتري الماء؟ كان عندي ينبوع وقد جف ماؤه، والآن أشتري الماء من جاري. اسمع، لئن غدوت الخليفة لأطيبن عيشك، فلولاكم لكانت أسواقنا خاوية لا رائحة لها ولا طعم والناس جياع. ما الذي تنوي فعله أيها الأمير؟ سآتي بما لديه علم وأمده بما يحتاجه من مال ورجال حتى يشق الأرض ويوزع الماء بالعدل بين البساتين. فمن حق كل فلاح أن يروي أشجاره دون مقابل. إنما نحن بذلك يا سيدي. لا، ليس بحلم، سترى ذلك قريباً.